بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا إخواني أخواتي في درس جديد للربح من الأنترنت. إن شاء الله اليوم سأقدم لكم طريقة من أخرى للربح من الأنترنت، طريقة جيدة إخواني، إن شاء الله تحتاج الشغل فقط. وهذه الاستراتيجية إخواني رائعة. من أين ستأتيك زيارات؟ سأريك من أين تأتيك زيارات وكل شيء إخواني في هذا الدرس الجيد. هذا الموقع إخواني كمفهوم خليفة أو لمن لم يحالفه الأمر، والربح من موقع أمازون. سأريكم هذا الموقع طريقة جيدة، كل مبتدئ أو محترف يستطيع الاشتغال بها. أقدم لك جميع الأدوات إخواني المطلوبة مجانا وبكل سهولة إن شاء الله. الجميع يشتغل ويربح، فقط إخواني الشغل إخواني. أنا كملاحظة عندما أشرح طريقة من الطرق، لا تعمل مثلا اليوم وتقول لي أين الأرباح. فالعمل في الأنترنت يجب عليك أن تشتغل أخي، أن تقوم بالجد والاشتغال على الطريقة. مثلا هذا الدرس قم بالترويج للموقع، قم بشراء دومين إن كان لديك، ودع هذا الموقع. فهذا إنشاء موقع في 5 دقائق ولن يتعبك الأمر، فقط انشره في الفيسبوك، انشره في تويتر، انشره في الانستغرام، قم بإجراء ترويج لهذا الموقع، تعدل عليه واستقم بالربح من بمجهود $1 فقط، حق الدومين. وإن كنت تريد الاشتغال على دومين مجاني سهلة أيضا إخواني، قم بشراء دومين مجاني وتشتغل أيضا هذه الطرق. فهذه الطريقة شغالة 100% لربح من اليوتيوب. هنا إخواني كورسات جيدة للإنترنت. أيضا إخواني أريد أن أخبركم، لمن يريد شراء كورس الربح من الخمسات بالتفصيل إخواني، هنا هذا الكورس اقتنيته من الأنترنت لمن يريد شراءه. ففقط إخواني المبلغ الذي سأبيعه له ب$2 يتصل فقط بالفيسبوك وسأقوم بالتحاور معه. $2 مبلغ رمزي لمن يريد شراء، الدفع على باي بال إخواني. هنا إخواني كما تشاهدون كورس جيد للربح بكل الطرق إخواني، شاهد أخي فيه من بداية وإلى النهاية. اجعل حسابك أكثر احترافية، شروط استخدام منصة، الوصول بالحساب إلى مستوى، شرح كيفية ترويج خدمات. كل إخواني الفيديوهات بالتفصيل لمن يريد الربح، سيفيدكم كثيرا لمن يريد الاشتغال على موقع خمسات. وأيضا أنا سأنشئ دورة للربح من خمسات كما تشاهدون. هذا كورس لمن يريد شراءه وأن يستنفع به، فيتواصل معي في الفيسبوك فقط إخواني. فيسبوك ستجدون الرابط أسفل الفيديو إخواني. نتوجه مباشرة إخواني إلى شرح اليوم. أولا قبل بدء الشرح، إن كنت جديد في القناة إخواني اشترك في القناة لأنك ستستفيد، فعل زر الجرس لأنك ستجد إخواني ستجد كل يوم فيديو رائع لكسب لطرق كسب الأموال. أيضا إخواني اللايك إخواني يحفزنا ويساهم في انتشار الفيديو لكي يستفيد الجميع كما تعلمنا، لا للاحتكار لأي طريقة. وإن كنت شاركت بالفيديو إخواني هذا فعل خير من عندك. ونبدأ الشرح على بركة الله. أول شيء إخواني الطريقة لهذا الموقع، اليوم سأقوم بشرح هذا الموقع. هذا الموقع إخواني مثل موقع أمازون لإنشاء التصاميم والبيع المنتجات. مثلا تنشئ تصميم مثلا للباس وتقوم ببيعه هنا. ترتيب موقع جيد إخواني، سأريك ترتيب موقع، شاهد أخي. فقط 1938 في أمريكا، يعني ترتيبه جيد 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 إخواني. إذن إخواني ما ميز هذا الموقع عن باقي المواقع أنه عبارة عن متجر إلكتروني، يعني إخواني تجد أغلب الناس يتصفحون. شاهد هذا المنتج ب$26، هنا ب$20. تستطيع التحديد هنا، توجد الكثير من منتجات، كؤوس، ملابس، كل شيء إخواني هنا. فقط مثلا تختار تيشورت كما تشاهدون هنا، تيشورت خاصة بالأولاد. هنا الهوم جوتس كما تشاهدون، تستطيع الضغط على نوتبوك كما تشاهدون هنا. شاهد إخواني أغلفة للكتاب، يعني إخواني أنت ستقوم فقط بجلب الديزاين إخواني كما تشاهدون. هذه الكتابة فقط ب$20، وسأريك وسأقدم لك إخواني كيف ستأتي بالديزاين لوضعه في هذا الموقع
والكسب منه بطريقة سهلة 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 جدا. أنت تقوم بعمل ديزاين في اليوم، تستطيع عمل 10 حسب الفكرة التي لديك. أيضا إخواني استغل التراند. فقط إخواني تتوجه إلى جوجل. لماذا قلت لك استغل التراند؟ مثلا المؤشرات، تقوم بكتابة مؤشرات جوجل. شاهد أخي، فقط تضغط على جوجل ترند وتقوم باستغلال. مثلا أنت ستزور هذا الموقع والمؤشرات جوجل لترى ما هي الأحداث المتوفرة. مثلا هذا الموقع أمريكي، سأختار هنا إخواني، هنا أختار استكشاف كما تشاهدون، أو عملية رائجة. هنا تستطيع الضغط مثلا على، هنا سأقوم بالتحديد البحث. عند الدخول إخواني إلى جوجل ترند، شاهد أخي ماذا ستفعل؟ ستوجه إلى استكشاف مباشرة، تقوم بالضغط على هذه لكي نقوم بنزعها، وتأتي هنا مثلا نحن الموقع الذي سنعمل عليه مثلا أمريكا، أقوم بكتابة أمريكا أو الولايات المتحدة، أضغط عليها. هنا إخواني الأشهر، أحتاج مثلا اليوم الماضي أو 4 ساعات. هنا جميع الفئات، هنا بحث ويب، بحث صور، كل شيء دعه كما هو. مثلا أختار 7 أيام أخيرة، لا توجد في هذا الشهر الأخير 30 يوم. شاهد إخواني كما تشاهدون فيروس كورونا. هنا تستطيع تحديث محل، مثلا نحن سنقوم بنشر ألبسة، تي شورت، أو لا أعلم، ديزاين خاص بكتاب، أجهزة إلكترونيات، أخبار، أطعمة، ألعاب، إنترنت، تسوق، جمال، لياقة، سيارات. شاهد أخي مثلا سأقوم بكتابة ملابس. شاهد إخواني ملابس أطفال، مثلا سنختار ملابس أطفال. شاهد إخواني كما تشاهدون هنا يعطي لك الملابس. هنا يوجد عيد الحب كما تشاهدون في فيفري. أيضا تستغلون هذا الترند وتكسبون منه كما تشاهدون الكثير. كما تشاهدون، شاهد إخواني البحث على بيبي جول فالنتين، هذه الكلمة وهذه الكلمة وهذه الكلمة. وشاهد الشورت إخواني، يعني الأقمصة. هنا إخواني نستغل الترند. أنت قم بالبحث وبحث على شيء أو نيتش أو ترند، الشيء الرائج في هذا اليوم أو في هذا الشهر، وتقوم مثلا بعرض التصميم الخاص بك هنا في الموقع. الموقع يطلب منك تصميم فقط، وسأريك كيف سننشئ تصميم بكل سهولة. أول شيء إخواني مثلا سأختار مثلا تي شورت عادل كما تشاهدون. هنا شاهد إخواني كما تشاهدون، هنا هذا الشورت كوبي براين، الشخص الذي توفي كما تشاهدون، عمل ضجة، الجميع يبحث عن الأقمصة الخاص به. مثلا شاهد هنا كما تشاهدون كوبي براين، كل الناس تصمم لهذا الشخص الرقم الخاص به. مثلا أضغط على هذا التصميم، شاهد إخواني هنا التصميم ماذا فعل؟ فعل أخذ صورة من جوجل فقط، والموقع يعطي له كما تشاهدون هذا القميص. شاهد أخي 20 دولار، ستجد مبيعات كما تشاهدون، يوفر لك كل مقاسات، كل شيء إخواني. فقط لن أيضا يوجد كأس، هذا الكأس يستطيعون شراءه. شاهد إخواني اللوجو المستعمل، هذا هو اللوجو المستعمل. هنا إخواني كيف سنتسجل بالموقع؟ أول شيء نبدأ بالتسجيل لكي لا يطول علينا الفيديو. نتوجه مباشرة إلى الموقع، أضغط على هذه العلامة ثم أضغط على Create Account. مباشرة أستطيع التسجيل بالفيسبوك أو بالإيميل. أقوم بكتابة الإيميل واليوزر نيم، ثم هنا الكونتري تحديد البلد، وهنا الباسورد، إعادة الباسورد، ثم كرييت ماي أكاونت. مباشرة إخواني سيأتيك رسالة في جيميل كما تشاهدون إخواني، رسالة في جيميل. هذا هو الموقع، كونفيرم يور إيميل. تضغط على هذا الرابط إخواني أكتيفيت هنا. مباشرة عند الضغط على أكتيفيت تتوجه مرة أخرى إلى الموقع، وتضغط على هذه العلامة ثم لوجين، وأضغط على لوجين للدخول إلى حساب خاص بي. كما تشاهدون هذا هو الحساب الخاص بي. أستطيع الظهر على ماي أكاونت
لماذا إخواني؟ أول شيء نتوجه إلى مع أكاونت لنرى الحساب ما الرصيد المتواجد فيه. أول شيء إخواني ماذا سأفعل؟ هنا تستطيع التعديل على أمور، وضع الأيدي الخاص بالبايبال أو الإيميل. هنا البايونال، هنا لا يوجد حد أدنى لسحب. حين تبيع أخي شورت $20 ستقوم بكسب من هذا الموقع بتقريب $16 أو $15 تقوم بسحبها مباشرة، لا يوجد حد أدنى. ولكن إخواني في حالة البايبال البايونال لمن يريد ملء حسابها البايونال، شاهد إخواني $20 ليس $50، يعني شيء جيد. تستطيع بيع قميصين أو تصميمين تربح إخواني $20 أكثر من $20 تقوم بسحبها، وأنت فقط تقوم بإنشاء تصميم والموقع يؤتي لك بزيارات. تستطيع الترويج مباشرة من هنا أو متابعة هذا الموقع في البانتيرس، الطريقة التي شرحتها من قبل للترويج في هذه الفيديوهات. عد في هذه الفيديوهات ستجد هنا إخواني، سأريك هذا الفيديو، سأتركه لك في الأسفل، كيف ستروج. هذا الفيديو فيه ساعة وثلاث دقائق. الجزء الثاني خاص بطريق ترويج عن طريق تويتر وبانتيرس، صالحة وتأتي لك بأمور. فقط إخواني إن اتبعت الكلمات التي أقولها لك الآن ستقوم بربح أرباح طائلة من هذا الموقع. كيف ذلك؟ أنت تشتغل مثلا على التيشورت، سأريك إخواني مثلا هذا في التويتر، شاهد هذا الشخص عند كتابة هذه الكلمة فقط في الإعداد، عفوا في خانة البحث مثلا أقوم بكتابة، شاهد أخي تي مطة شورت، شاهد أخي عند الضغط على أضغط على أوكي، شاهد ماذا ظهر إخواني. كما تشاهدون سأريكم هذا البائع تيشورت بيبي، أين هي؟ هذه هي الشخص. شاهد إخواني هذا الشخص فقط استغل نيك خاص بالأولاد، عند الضغط مثلا على التصميم الخاص به، شاهد إخواني يريك التصاميم في التويتر كما تشاهدون، فقط في كل مرة يقوم بتوجيهك مباشرة إلى الموقع الخاص به. والموقع الخاص به إخواني كما تشاهدون إخواني، الموقع الخاص به عبارة عن متجر إلكتروني خاص لبيع التيشورت. أنت أخي عندما تتسجل في هذا الموقع يعني لديك إمكانية الحصول على زيارات، لأن زياراته كثر كما تشاهدون. شاهد في الترند هناك، عفوا هنا هذا الموقع الذي نعمل عليه، شاهد زيارة الخاصة به هنا 1938 في أمريكا، وهذا ليس بالأمر السهل إخواني. وأيضا ترتيب جيد في أليكسا 3000 فقط. هنا إخواني هذا الموقع يعني زياراته كثيرة وكثيرة وكثيرة، فقط قم بإنشاء تصاميم وستشاهد كيف ستقوم بربح من هذا الموقع. مثلا تختار إيميل بايبال الخاص بك هنا وتضغط على بايمنت صاف. هنا إخواني تستطيع السحب من كل هذه الوسائل كما تشاهدون، من بينها البايبال. هنا إخواني نتوجه إلى، تستطيع الضغط على أبس كما تشاهدون، هنا تطبيق أو لا أعلم، هنا الميساج للموقع، هنا أتوجه إلى إنشاء تصميم. كيف سأنشئ تصميم؟ أضغط إخواني على هذه القناة ثم أضغط على أبلود ديزاين. هنا إخواني كيف سأنشئ تصميم؟ أول شيء إخواني هنا التصميم يقول لك يجب أن يكون ما بين 5000 و5500، يعني أخي التصميم يجب أن يكون كبير. كيف سنفعل ذلك؟ أتوجه إلى دائما فوتوشوب البورتابل، يعني الصغير الذي يشتغل على أي حاسوب. سأترك لك رابط تحميله أسفل، أن أشتغل عليه إخواني، أقوم بإنشاء تصاميم جيدة. أيضا إخواني سأنشئ لك ملف بالمقاسات، فقط تقوم بالضغط عليه أوفرير أو تقوم بفتح مثلا هذا الموقع كما تشاهدون، وتأتي إلى هنا، عفوا هذا التطبيق، وتقوم بالضغط على فايل، ثم تقوم بالضغط على أوبن، وتقوم باختيار التصميم الذي سأتركه لك هنا هذا، تضغط عليه فقط يقوم بفتح مباشرة بالمقاسات والتعديل فقط. أيضا سأريك كيف ستحصل من لوجوهات من الجوجل، تابع الدرس إلى الأخير
ومجانية. هنا مثلا هذا كمثال فقط إخواني شاهد، أنت تقوم فقط بالتعديل، مثلا هنا أقوم بالتعديل، هنا أضغط على تكست وأقوم بالتعديل على أي شيء. شاهد أخي، قم بحذف كل شيء وأقوم بكتابة أي شيء، يعني إخواني تعديل كما تريد. نتوجه الآن هنا إخواني، أضغط على خروج يس كما تشاهدون. هنا أول شيء عند دخولك البرنامج أضغط على فايل، ثم أضغط على نيو كما تشاهدون. هنا أقوم بالتعديل على المقاسات، يقول لك هنا الموقع شاهد أخي 5000 × 5500، يعني إخواني العرض 5000 وهنا 5500، وأضغط على أوكي. شاهد الصورة كيف ستكون. أوكي، هذه هي المقاسات إخواني. الآن ماذا سأفعل؟ مثلا إخواني أنت حر في كتابة أي شيء يعجبك، مثلا هنا إخواني كما قلنا، هنا سأبحث عن الدخول إلى الموقع لأريك شيء فقط. كوبي، أعود هنا أقوم بنسخه هنا لأرى التصاميم المتوفرة في هذا الموقع، أو أستطيع التوجه إلى أمازون إخواني، أمازون أضغط على أوكي. هنا إخواني سأذهب إلى تي شورتس لأرى التصاميم المتواجدة لأنافسهم. هنا إخواني أقوم بكتابة تي مثلا تي شورتس هنا اس، واضغط على للبحث. شاهد اخواني هنا الثمن كما تشاهدون، لنرى 15 دولار. هنا استطيع التحديد لو تو هاي، هاي تو لو. هنا تستطيع الترجمه من اعلى ثمن الى الارخص ثمن، نحن سنختار احدث القادمين، مثلا السعر الاعلى الى الادنى. ساضغط كما تشاهدون، هنا هذا الشخص يبيع ب 155، هذه العلامة مشهورة، سنختار مثلا من الأرخص إلى أعلى ولو نستطيع منافسة هذا الأشخاص. مثلا كما تشاهدون، شاهد إخواني تي شيرتس مثلا من شاهد أخي، هذه اللوجوهات. شاهد سهل مثلا أختار أي شيء، مثلا هذا اللوجو شاهد، أو الاستعانة بموقع مثلا إيباي. هنا إخواني أنا يجب عليك أن تختار، شاهد هذا اللوجو هنا، شاهد هذه الكلمة هير لاف، شاهد إخواني هذه التصاميم كما تشاهدون. هنا تستطيع وضع أي كلمة، إيفوليسيون كما تشاهدون، هذا اللوجو، هذا اللوجو. نحن مثلا سنختار على سبيل المثال فورمان مثلا هذه الكلمة، أضغط على أعود إلى الفوتوشوب، مثلا أضغط هنا لكتابة أي شيء، أضغط هنا أقوم بكتابة فور، أقوم بمسح هنا، أحدد لون الخط مثلا باللون الأسود، أضغط على أوكي وأقوم بكتابة فور، تكبير الخط هنا إخواني. سأقوم بوضع مثلا 800، شاهد أخي جيدا تابع هذه المقاييس، مثلا فور هنا، أضغط على هذه العلامة أوكي، وأذهب إلى السهم لأقوم بتحريكها كما أريد إخواني. مثلا هنا أقوم بتكبيرها، كيف سأقوم بتكبيرها؟ أضغط على التكست ثم أتوجه إلى البولد عينة كما تشاهدون. هنا أستطيع تعليم على كل شيء ضغطتين بالفأرة، وأتوجه مباشرة إلى اختيار أي شيء، مثلا هذا الخط، أو سأختار مثلا هذا الخط، شاهد أخي كيف سيظهر، أو سأختار أي خط جيد، مثلا هذا الخط. هنا إخواني سأقوم بوضع 700،
أظن أن هذا الخط جيد إخواني. هنا سأقوم بتغيير الخط مثلاً. هذا الخط وأقوم بتكبيره إخواني إلى 900,000. ألف وثلاثمائة. شاهد إخواني قمت بوضع هنا تقريبا 1000 كسيزاي. هنا 1000 وهنا هذا الخط كما تشاهدون ليكون ظاهرا. أضغط على أستطيع تبديل الألوان إخواني مثلا. كيف سأفعل ذلك؟ فقط أتوجه إلى هذه العلامة أضغط على شاهد إخي هنا مرتين في الجانب وليس هنا في الجانب هنا مرتين وأنتظر. وهنا أستطيع كتابة أي شيء ومثلا هنا سأقوم بوضع مثلا 5 7 أو 6. هنا أختار اللون الأسود وأضغط على أوكي. هنا اللون أستطيع تغييره إلى اللون الذي أريد مثلا هذا اللون هذا اللون أي لون أريد. سأختار الأسود أوكي. هنا ستوك مثلا هنا سأختار ستوك الأحمر والأخضر. أضغط على أوكي. أستطيع الضغط على إنسايد أو سنتر أو هنا أيضا أستطيع التبديل كما أريد. أنت حر إخواني هنا التعديل أيضا هنا كل شيء تستطيع التعديل. أدعوك تتصفح إخواني. فقط أنا لإجراء الفيديو سأقوم بوضع هذا الفورما. أضغط مباشرة على فايل لحفظ اللوجو حسب الكلمات إخواني. أضغط على صفآت كنترول شيفت أس. ثم هنا إخواني سأضغط على بي أن جي كما تشاهدون بي أن جي. هنا لماذا سأقوم بتحميله بي أن جي؟ شاهد أخي هنا يقول لك بي ان جي كما تشاهدون. يعني سنختار بي ان جي هنا. اعتذر اخواني فهذا الصوت طفلة. هنا اخواني اضغط على بي ان جي هنا في ما قبل الاخير عفوا هنا. ثم اضغط على اون ريجستري اوكي. يتم حفظ كل شيء. اضغط على اوكي. شاهد هنا سيتم التحميل مباشرة اخواني. بعد التحميل سأجدها في سطح المكتب إخواني. شاهد أخي سأقوم بالذهاب. هذه هي الصورة. أتوجه إلى الموقع بالموقع الخاص بنا. هنا إخواني أضغط على PNG. أقوم بتحميل هذه الصورة ثم أضغط على OK. أنتظر فقط. شاهد كيف ستقوم بالتحميل مباشرة. الآن سأقوم بالتعديل عليها. وأحسن إخواني لوجو أحسن التيشورت هو البسيط فهو يأتيك ب كما تشاهدون. أضغط على هنا اسم التيشورت. شاهد مثلا هذا إخواني هنا سأضغط على توش إلى موقع أمازون. هنا شاهد أخي هنا هذا الاسم كوتو كريو. تستطيع كتابة أي شيء إخواني مثلا هنا هذه الأسامي. أنت فقط اختار أي اسم مثلا سنفرض أن هذا هو الاسم. أضغط على كوبي أي اسم للمنتج الذي تريد فقط يكون جذاب إخواني. أضغط على كولي مثلا فقط للتجربة أوريجينال. هنا سأضعها كما هي. هنا الديسكريبشن. شاهد أخي مثلا عند الدخول إلى هذا الشخص ب$14 حقق 147 مبيع مثلا. هنا شاهد ماذا يقول لك 100% قطن كل شيء. تستطيع وضع هذا الديسكريبشن هنا كوبي. فقط إخواني أن تقوم بضع ما يحلو لك. أضغط على كولي. هنا تأتي مرحلة التعديل. هنا التاكس إخواني. أعود إلى أمازون.
التاكس إخواني تستطيع وضع مثلا تي شورت أو أي شيء هنا مثلا، مثلا تقوم بكتابة تي. شاهد إخواني تضغط هنا أيضا الموقع سيساعدك إخواني، فقط عند الضغط مثلا ديزاين قم بتحديد وومن، تضغط على تي يقوم بالتحديد مثلا تي 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 هذه الجملة، وقم بوضع أي شيء إخواني نيو يير، كلمات مفتاحية لكي يقوم الزائر بالبحث والعثور عليك. هنا إخواني برانت فران، هنا بيتا، هنا إخواني عند الدفع للموقع نحن سنشتغل مجانا. شاهد تستطيع تحريكها كما تريد، مثلا أنسى أضعها هنا، وهنا إخواني تستطيع مثلا هودي كما تشاهدون هذا بالأسود، تستطيع التغيير بمعنى اللوجو الخاص بنا باللون الأسود. مثلا سأختار هذا أقوم ببيعه بهذا اللون، أضغط على الرد، أعود هنا مثلا هنا كما تشاهدون نوع هذا القميص، أقوم بتحديده مثلا وايت كما تشاهدون هنا، وتستطيع التعديل هنا لهذا اللونج سليف تي شورت. هنا تستطيع تحديد اللون، مثلا سأختار أي لون وليكن هذا اللون الجولد، سيظهر إخواني شاهد يقوم بالتحميل. جيد، ماذا أفعل الآن إخواني؟ تستطيع أيضا إخواني التحكم في الديزاين، سواء تقوم بتكبيره أو تصغيره كما تريد. هنا التعديل عليه في الأعلى مثلا، في تقوم بإنزاله بالضغط هنا أو سحبه بالفأرة مباشرة. هنا إخواني تستطيع تحديد أيضا واجهة اللوجو، مثلا سأختار هذه الواجهة، مثلا هذه الواجهة. شاهد أخي كما تشاهدون تستطيع تعيين أي شيء، مثلا تريد بيع فقط هذا التيشيرت واللوجو، أنصحك ببيعه أيضا. هنا هذا خاص بالهاتف، يستطيعون عمل مثله. هنا قم بحذف هذا الشخص هذا الشيء وهذا الكناش إخواني، أيضا خاص بوسادة النوم. هنا مثلا هذه لا أحتاجها وهذه لا أحتاجها، فقط أقوم ببيع وسادة والكأس والخاصة بالهاتف واللوجو والقميص. ثم مباشرة إخواني ماذا أفعل؟ أقوم بالتعليم على I have، ثم أضغط Publisher. هنا نسيت شيء، سأعود لي أرى هنا ميني توكس، أستطيع وضع تي هنا، ما سأقوم بشرحها. هذه هي العلامة، أضغط S كما تشاهدون. هنا انتهينا من كل شيء، هنا يقول لك يجب اختيار كما تشاهدون إخواني الكولر هنا وايت، أيضا هنا الوايت، اختار الأبيض فقط، وايت وايت هذا اللون، وايت. الآن انتهينا إخواني، أضغط على صاف، مباشرة سيقوم بالحفظ، فقط اختار بكل نوع اللون الخاص بي لكي يتم الحفظ. شاهد إخواني هذا هو رابط التسويق الخاص بي كما تشاهدون، تقوم بنسخ الرابط من هنا هكذا وتقوم بالتسويق له. شاهد أخي هنا الثمن $13 فقط، هذا التيشيرت لأنه أستطيع شاهد إخواني التمرير، هو يتكفل بكل شيء. هنا إخواني أستطيع وضع هذا اللون وكأنني
أشتري من هذا الموقع، سأقوم بنسخ الرابط إخواني وفتحه في متصفح خفي لأرى فتح كأنني أدخل كأنني الزائر إخواني أو الشاري. شاهد إخواني كما تشاهدون، تستطيع الترويج في الفيسبوك لهذا التيشيرت الخاص بك، هنا يستطيع تعيين كما تشاهدون هنا، كلما زاد المقاس ارتفع الثمن، هنا ينخفض الثمن، هنا أستطيع مثلا اختيار أي شيء، مثلا شاهد أخي بريميوم تيشيرت، هنا أيضا يعطي له كل الطرق، أيضا للنساء شاهد أخي مثلا هذا اللون، فموقع رائع إخواني، فقط الديزاين وستقوم بالربح من هذا الموقع. شاهد المتوفرة مثلا هذا اللوجو وهذه الأمور كلها، تستطيع بيعها، تضغط على كيدز، هنا شاهد إخواني $13، هنا هذا يستطيع الضغط على أد ويقوم بالشراء، مثلا هنا أضغط على هاته وأضغط على الشراء ويقوم باقتناء أي شيء، هنا مثلا 2 أو 3 سيرتفع الثمن، هنا ثمن الواحدة كما تشاهدون، ثم يضغط على التوتال كاش شك أوت، يتوجه مباشرة إلى ملء البيانات ويقول لك كم ستدفع إخواني في حالة الاستفادة من واحدة، ثم تضغط على كارت فيزا ويقوم بالشراء مباشرة. أنا لن أحتاج هذه فقط للتجريب. هنا إخواني انتهينا من الجزء الأول كما تشاهدون، وهو كيفية إنشاء، والموقع يأتي لك بزيارة، فقط أنشئ وقم وكن ذكي إخواني في اختيار التصميم، فقط بكتابة أو التوجه إخواني الطريقة الثانية مثل جوجل، وتقوم بكتابة كما تشاهدون لوجو، عفوا تي مباشرة تظهر لك هنا، مثلا إخواني تقوم بإضافة بي ان جي. شاهد أخي لماذا نفعل هذا الشيء، أضغط بي ان جي إيماج مثلا إخواني، أضغط على الصور، وكما تعودنا إخواني الإعدادات أو لا يهم إخواني، أنا أريد أن نضغط على حقوق الاستخدام، لا يهم إخواني، فهنا نحن سنقوم بالتعديل دائما بهذا البرنامج، مثلا هذا اللوجو كما تشاهدون إخواني أظن احترافي، أضغط عليه On Registry Image وأنتظر، مثلا سأضغط في سطح المكتب أوكي. هنا إخواني أعود إلى هنا الفوتوشوب الخاص بي، مثلا أريد إضافتها هنا، ماذا سأفعل إخواني؟ فقط أضغط على فايل أوبن وأتوجه إلى اللوجو الذي حملته، أضغط على أوكي. هنا إخواني أقوم بالضغط مرتين هنا، هنا هذا الملف محمي إخواني، سأقوم بنسخه مباشرة هنا، محمي هذا الملف إخواني، لن نستطيع لأنه كما تشاهدون احترافي، ولكن إخواني كملاحظة كل ملفات مهما تكون محمية، عندما يكون لك فوتوشوب مفعل، ليس هذه النسخة الصغيرة، فتستطيع أي شيء فتحه بالضغطتين. هنا مثلا سأختار ملف آخر مثلا هذه العلامة أديداس، مثلا سأختار هذه Registry Image أوكي، أتوجه إلى فوتوشوب، أقوم بالخروج من هذه، أضغط على فايل أوبن، هذه الصورة تيشيرت الأطفال، هنا مرات لا أندكس لا تتحمل إخواني، فقط يعني بالفوتوشوب، ليس النسخة، هذه النسخة البورتابل، هنا أستطيع الضغط على أدوات حقوق الاستخدام قابلة لإعادة التصميم. هنا إخواني سنبحث على لوجو، مثلا هذا اللوجو، مثلا إخواني
انريجستري فقط لنقوم بالتجربة. اوكي اعود الى اوبن ثم اضغط على اللوجو لارى. هنا اخواني استطيع نقلها مباشرة، اسحبها بالفأرة وتوجه الى الصورة، اضغط على يس. هنا اخواني استطيع تكبيرها بالضغط على كنترول، اول شيء اخواني كنترول تي، ثم اقوم بالضغط على ALT Shift واقوم بالتكبير، ALT Shift واقوم بالتكبير والتعديل. هنا استطيع مسح هذه، اضغط على اوكي، استطيع مسح فورمان هذه اخواني، اضغط هنا واتوجه الى كما تشاهدون الى هذه العلامة هنا، اقوم بحذفها كما تشاهدون واقوم بالتعديل على هذه الصورة كما اريد. ALT Shift كنترول تي للتعيين، شاهد اخي اضغط هنا ثم كنترول تي هنا بالعربية، اقوم بتحويل الى اللغة الفرنسية، اضغط على كنترول تي ثم للتعديل ALT Shift واقوم بوضع الفأرة هنا واقوم بتكبير اللوجو. هنا اضغط على اوكي، ايضا اخواني استطيع التعديل عليها مثلا كنترول تي، واقوم بالضغط على هذه العلامة ثم كاستوم كما تشاهدون واقوم بتمييلها كما تشاهدون، او هذا كما تشاهدون، او مثلا هذه، واضغط مثلا اوكي هنا. شاهد اخواني قمت بتغيير كما اريد، اتحصل على لوجو احترافي قابل للاستخدام. انت فقط تقوم بالبحث هنا اخواني، تستطيع بالبحث على لغات كثيرة وكثيرة. هنا اخواني كيف ساقوم بجلب ترافيك، باول ترافيك اخواني هو الموقع بنفسه، ثاني ترافيك اخواني هو عن طريق تويتر فقط، عند وضع التويتر الخاصة بك مثلا، هذا هو رابط التيشورت الخاص بي كوبي. ماذا افعل اخواني؟ شاهد هنا هابي ذيس هنا تيشيرت كما تشاهدون توب، تقوم بنسخ اي تويتا، تقوم بالضغط على هاوم وتقوم بكتاب مثلا تي اس، هنا اخواني هنا اللغز. عند كتابتك لجملة جيدة فقط لا تنسى مثلا انت تقوم بكتابة كتابة ثم تضغط على علامة الهاشتاج وتقوم مثلا بكتابة هذه الكلمة إخواني، شاهد مباشرة ستظهر لك لأنها ستأتي لك بتصدر نتائج البحث في تويتر وبالتالي رؤية منتجاتك. شاهد إخواني ظهرت مباشرة هذه الكلمة تي جوردن، وشرحت لكم من قبل إخواني موقع يعطي لك الهاشتاج الخاص بالكلمات المفتاحية في تويتر والإنستغرام. عد إلى القناة ستجد الفيديوهات سواء شرحتها هنا او في فيديوهات سابقة، لا اعلم اي فيديو، المهم اني شرحتها مباشرة. تقوم مباشرة بوضع الرابط الخاص بك، تستطيع اختصار اخواني مثلا في بيتلي كوبي، هنا تختصره في بيتلي وتضغط على تويت، نسيت اضافة صورة مثلا خاصة بالملصق، اضغط على هنا تعديل كما تشاهدون، هنا عفوا للتعديل التويتر كما تشاهدون، هنا عند الضغط عليها استطيع اضافة صورة اخواني، عند التعليق سيقومون بتحويل، تستطيع وضع الرابط الخاص بك ايضا في التعليق كولي تويت، وعند ضغطه هنا اخواني الزائر سيتحول الى الموقع، فالموقع احترافي سيأتي لك بما بها، شاهد الجاذبية الخاصة به كما تشاهدون هنا. هذا الموقع وضع لك شيء جيد، أن التيشورت $20 قبل يومين لديك 35 تخفيض كما تشاهدون، الزائر سيتأثر وقد يشتري هذا التيشورت هنا أو أي شيء إخواني. تستطيع العمل على مثلا على الكيتس على All Design، أي شيء إخواني تستطيع عمل عليه في هذا الموقع، نوتبوك كما قلت لكم أغلفة الكتب. وهذا هو درسنا اليوم إخواني، وإلى اللقاء في درس لاحق، والسلام عليكم ورحمة
ورحمة الله. ولا تنسوا اللايك إخواني، وكما قلت لكم من يريد إخواني شراء الكورس الخاص بخمسات لبدء معرفة إخواني، فالكورس متواجد هنا، أستطيع التواصل معه في الفيسبوك أو اكتب في التعليقات، سأقوم بالتواصل معك فقط $2، أقوم ببيع لك هذا الكورس، ستستفيد كثيرا وستربح منه إخواني إن طبقت حرفيا. فالكورس احترافي بكل جزء فيه أكثر من 3 فيديوهات أو 4، كلها 10-15 دقيقة، يشرح لك من البداية إلى وصول إلى حساب احترافي، وبالتالي الربح بعض الأموال تصل إلى 100 أو $200. فقط شاهد الشرح جيدا وطبق، وإن شاء الله ستقوم بالربح. هنا السلام عليكم ورحمة الله، وإلى اللقاء.